أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا بياناً اعتبرت فيه فكرة عدم وجود حل عسكري في سوريا هي فكرة خاطئة نافية نجاعة الحل السياسي في البلاد. دعا بيان جبهة الإنقاذ السورية إلى تفاهم إقليمي لتأسيس مجلس عسكري سوري ودخول القوات العربية أو الدولية كقوى تساعد على استعادة الاستقرار وضبط الأوضاع الداخلية والحدود. كما دعا البيان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بهدف إخراج إيران من سوريا والحد من نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلي الآن عبر خدمة سكايب المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في سوريا الأستاذ فهد المصري. مرحبا بك سيد المصري، لماذا يأتي هذا البيان وفي هذا التوقيت بالتحديد بداية؟ مساء الخير. أولا، الخطاب الذي وجهناه مساء يوم أمس للشعب السوري العظيم يتضمن 11 نقطة كانت غاية في الأهمية لتعريف الشارع السوري الذي يعيش حالة إحباط أمام حالة الغموض من النفق المظلم الذي تم إدخال الشعب السوري إليه، ولا يوجد ضوء في نهاية هذا النفق، وبالتالي ارتأينا أن نصدر هذا البيان في هذا التوقيت بالذات لشرح الأوضاع الحالية، الشكل السياسي، الأوضاع السياسية للشارع السوري، حتى يكون على صورة، لأنه هناك حالة استغبان للشارع السوري، لا يعرف الشارع السوري إلى أين يسير، أين تسير الأمور، أين تتجه الأمور، هناك حالة غموض كاملة. نعم سيد المصري، البيان يدعو أيضا إلى تدخل عسكري أمريكي ودولي أيضا. إذا أردنا أن نكون عادلين، يعني أنتم تعارضون التدخل الروسي، وفي الأزمة طرفان ولكل من الطرفين الحق في استدعاء أي تدخل، إذا لماذا تعارضون التدخل الروسي وأنتم طرف من الطرفين؟ أولا نحن نبارك لشعبنا السوري العظيم رفع الغطاء الدولي عن بشار الأسد ونظام حكمه. ثانيا نحن نؤكد للرئيس دونالد ترامب دعمنا الكامل والمطلق لخطته في الإطاحة ببشار الأسد واقتلاعه كما تم اقتلاع أسامة بن لادن. ثالثا، بالنسبة للتدخل العسكري الأمريكي، نحن لا نطالب بتدخل عسكري أمريكي. نحن قلنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يمكنهم الطلب من عدة دول، منها الدول العربية، يمكن أن تطلب من هذه الدول إرسال قوات المشاركة في قوات ردع مشتركة للمشاركة في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا وضغط الأوضاع الداخلية وأمن الحدود ومساعدة المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية. هذا بكل صراحة. لكن لابد من أجل طرد إيران وأدواتها من سوريا وعلى رأسها ميليشيا حزب الله الإرهابية من توجيه ضربات عسكرية واسعة النطاق وبشكل خاص في محيط دمشق وريفها الشرقي. نعم سيد المصري، في الانتقال إلى الحديث الذي كان في البيان أو في بيانكم عن فشل للحل السياسي، قلتم في البيان جملة ونصها: لقد فشل الجنيفيون كما أثبت السياسيون فشلهم. ألا تعتقد أن ذلك تقسيم جديد لقوى المعارضة السورية المنقسمة أصلا؟ يعني في جنيف كانت هنالك قوى المعارضة. أولا نحن لا نقوم بتقسيم صفوف المعارضة كما تقول. نحن نقول فشل الجنيفيون لأن بالأساس جنيف، من صنع جنيف، صنع جنيف بعيدا عن إرادة الشعب السوري، ولم يتم التشاور مع السوريين في كتابة جنيف، والسوريون لم يكتبوا جنيف. من صنع جنيف هو من أفشله، وتم إحضار المعارضات التي تم تصنيعها وكذلك دعمها من بعض القوى الإقليمية والدولية، والتي بالأساس نبعت من خارج رحم الثورة السورية، وجلها من المعارضة الجديدة والناشئة بعد انطلاق ثورة الشعب السوري. نحن لسنا ضد أي طرف من أطراف المعارضة، لكن هذه المعارضات التي نشأت بعد ثورة الشعب السوري وكل المعارضات التي تصدرت المشهد السياسي السوري تتحمل المسؤولية، ولكن بدرجة أقل كالنظام السوري عما آلت إليه الأوضاع. نعم سيد المصري، أريد أن أنتقل وإياك إلى محور آخر من البيان الذي تم إصداره، وهو الحديث عن المسألة الفلسطينية. بندان أريد أن أبحث معك وأتحدث معك بخصوصهما: تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالجنسية السورية، وحظر عمل ونشاط أي تنظيمات فلسطينية
أسميتها أو أسميتموها بالتنظيمات الإرهابية كحماس والجهاد الإسلامي. حماس والجهاد الإسلامي هم قوة يؤمن بها قسم كبير من الشعب الفلسطيني واحد، والحديث عن تجنيس اللاجئين الفلسطينيين، من قال لك أن اللاجئين سيقبلون بذلك؟ وهو تنازل ربما عن حق العودة. أخي العزيز، لنكون واقعيين، نحن نتعاطى بالواقعية السياسية. أكثر من 70 عام والنظم العربية وعلى رأسها النظام السوري وحليفها الإيراني يتاجرون بقضية الشعب السوري وبدم الشعب الفلسطيني. وهذه التنظيمات مثل حماس والجهاد وحتى القوى التي تشكل السلطة الفلسطينية حاليا، جميعها تتاجر بدم الشعب الفلسطيني وتضعه في الأحلام، أحلام العودة. لنكن واقعيين، عدة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين قد ولدت على الأراضي السورية ولا تعرف فلسطين. وبالتالي نحن نقول، هذا لا ينفي أن الفلسطينيون أو الفلسطينيين في سوريا أو قسم كبير منهم دعني أقول ما زالوا يؤمنون بحق العودة، وهو الحق المعترف به دوليا. هذا حقهم أن يؤمنوا بحق العودة، هذا حقهم، نحن لا ننفي عليهم هذا الحق. ولكن نحن في سوريا الجديدة لن يكون هناك لاجئ واحد على الأراضي السورية، ولن يكون هناك تنظيم مسلح فلسطيني على الأراضي السورية، ولن يكون هناك أي تنظيم سياسي فلسطيني أو غير فلسطيني على الأراضي السورية. نحن لن نتعامل إلا مع السلطة الشرعية التي يعترف بها الدولة كممثل وحيد وشرعي عن الشعب الفلسطيني، نقطة، انتهى. من لا يعجبه من الفلسطينيين، من اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي السورية، وطبعا نحن لن نمنح الجنسية الفلسطينية لمن شارك بالقتل والتدمير في سوريا، هؤلاء سيقتلون وسيحاسبون أمام القضاء. نحن نتحدث عن من لم تتلطخ يده بالشعب بدم الشعب السوري، هؤلاء هم الذين سيمنحون الجنسية السورية. ومن لا يريد الجنسية السورية فعليه أن يجد الخيار. نحن بالنسبة لنا في سوريا الجديدة، هذه بلادنا وهذه أرضنا، ونحن أحرار في القرار. نعم. بالنسبة لسوريا الجديدة. أشكرك المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في سوريا الأستاذ فهد المصري على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. تسلم سلاح الجو الإسرائيلي اليوم المقاتلات 3 من طراز F-35 أمريكية الصنع ضمن صفقة مساعدات تتضمن 50 مقاتلة من النوع نفسه. جاء ذلك في وقت تعلق إسرائيل أمالها على نوع المقاتلات التي تحلق دون أن تكشف بسهولة. وصلت إلى إسرائيل اليوم 3 طائرات مقاتلة أخرى من طراز F-35 الأمريكية الصنع ليكتمل سرب الطائرات الأول من هذا الطراز الذي يعتبر الأكثر تطوراً في العالم. أقلعت المقاتلات من قاعدة التدريبات في الولايات المتحدة لتنضم إلى المقاتلتين اللتين وصلتا إلى إسرائيل في شهر كانون الأول الماضي، حيث من المتوقع أن يشارك سرب المقاتلات F-35 لأول مرة في العرض الجوي التقليدي في يوم استقلال إسرائيل منتصف الأسبوع القادم. اكتمل سرب F-35 في الوقت الذي تجد إسرائيل العديد من التهديدات في محيطها، فالحرب السورية تدور بالقرب من حدودها، وحزب الله في لبنان يعيد شحن مخازنه، وروسيا جلبت أنظمة S-300 والS-400 الصاروخية المضادة للطائرات إلى سوريا. لهذه المقاتلات قدرات لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط من ذي قبل، حيث ستوصل الأمن القومي لأماكن أفضل مما هو عليه الآن، حيث ستوفر هذه المقاتلات قدرات لم تكن موجودة من قبل في سلاح الجو والجيش الإسرائيلي. إلى ذلك تعلق إسرائيل أمالها على إيجابية طائرة F-35 التي تحلق دون أن تكشف بسهولة، لتوسع قدرات هذه الطائرات مسرح عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يحقق نوعاً جديداً من الهيمنة الجوية لإسرائيل في المنطقة. وإلى شأن آخر، حيث أوقف 186 أسيراً فلسطينياً اليوم إضرابهم عن الطعام، وذلك في اليوم السابع لإضراب الحرية والكرامة. يأتي ذلك في حين أصدرت حركة فتح بياناً دعت فيه للانخراط بدعم الأسرى وتشكيل جبهة موحدة تقف مع مطالبهم وحقوقهم الأساسية. في اليوم السابع لإضراب الحرية والكرامة، 186 أسيرا فلسطينيا يوقفون إضرابهم عن الطعام، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن توقف هذا العدد عن الإضراب قد يجعل حجم الإضراب وآماله ضعيفة.
حركة فتح أصدرت بياناً دعت فيه للانخراط بدعم الأسرى وتشكيل جبهة موحدة تقف مع مطالب الأسرى، ودعا البيان إلى إضراب عام في كافة أرجاء الضفة الغربية في 27 من إبريل نيسان وتنسيق مسيرات غضب تسند مطالب الحركة الأسيرة. الإضراب الذي يخوضه الأسرى إضراب محق وعادل من أجل مطالب إنسانية. الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم بعد أن تجند الجيش الإسرائيلي وشرطة السجون والحكومة الإسرائيلية في عملية تحريض وعملية قمع مستمرة ومتواصلة، وبالتالي الشعب الفلسطيني سينظم خلال الأيام والأسابيع القادمة إذا استمر الإضراب مجموعة كبيرة من الفعاليات التي يمكن أن تقود إلى انفجار الأوضاع. وقال مراقبون فلسطينيون إن التقديرات تشير إلى احتمال انفجار الأوضاع إذا ما استمر الإضراب، حيث أبلغت السلطة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي بتخوفها من النتائج ما لم يتم تحقيق مطالب الأسرى. هذا وتحتجز إسرائيل 6500 فلسطيني، يضرب منهم 1500 عن الطعام لليوم السابع، مطالبين باستعادة حقوقهم الأساسية التي سلبت من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على حد تعبيرهم. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره لأهل الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس في غزة دون أن يتضمن الاعتذار أي وعود باستعادة الجنود. قضية كهذه تضع السياسيين الإسرائيليين في صراع مع مجتمعهم. لا يزال ضجيج هذه الجلسة التي جمعت أهل الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس مع أعضاء الكنيست بهدف نقاش نتائج تقرير مراقب الدولة حول الحرب الإسرائيلية على غزة، لا يزال ضجيجه يشغل الشارع الإسرائيلي. الاعتذار المتأخر جاء من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يتضمن اعتذاره أي وعود باستعادة الجنود الأسرى. أود أن أوجه كلمة للعائلات الثكلى، الشعب الإسرائيلي جميعه يدعمكم، أنتم الذين فقدتم أغلى شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل. بصفتي رئيس للوزراء وابن لعائلة ثكلى، سمعت الكلمات التي قيلت الأسبوع الماضي في الكنيست أثناء جدال ساخن، أتأسف للتفوه بها وكان من اللازم الاعتذار عليها فورا. محاولة الحكومة الإسرائيلية تهميش قضية الجنود الأسرى لدى حماس قبلت برد صاخب باللغة العبرية من قبل كتائب القسام التي أطلقت هذا الشريط المصور محاولة التحدث بلسان الجنود الإسرائيليين الذين تمتنع من نشر أو مشاركة أي معلومات عنهم دون مقابل. هذا الصراع الخفي بين حركة حماس وبين السياسيين الإسرائيليين يعيد قضية جلعاد شاليت إلى أذهان المجتمع الإسرائيلي، ويعيد السياسيين الإسرائيليين إلى صراع مع مجتمعهم ومع عائلات الجنود المخطوفين، فيما تبدو حماس القابضة على ورقة الضغط هذه هي الكاسب من هذا الصراع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجوب توقف السلطة الفلسطينية عن تمويل عائلات الأسرى الذين يقضون فترات محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، كما دعا السلطة إلى التوقف عن تمويل عائلات الأسرى. وشدد نتنياهو على أن هذا الأمر هو اختبار بسيط وواضح لرغبة الفلسطينيين في السلام، موضحا أنه لا يمكن عفوا دعم السلام مع إسرائيل في الوقت الذي فيه يتم تمجيد وتمويل قتلة الإسرائيليين على حد وصفه. لقد أوضحت في نهاية الأسبوع أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى وقف تمويل الإرهابيين الذين يقضون في السجن ووقف تمويل عائلات الإرهابيين الذين قتلوا أثناء ارتكابهم للجرائم، وهو اختبار بسيط وحاد لإرادة الفلسطينيين للسلام، لأنه لا يمكن أن تكون هناك إمكانية للسلام مع إسرائيل بالتوازي مع تمجيد وتمويل قتلة الإسرائيليين وغيرهم من الأبرياء. وفيما يتعلق بأمن السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام والعديد من هؤلاء هم قتلة، فسنتخذ سياسة حازمة ومسؤولة وفقا للمعايير الدولية وليس بحسب إملاءات الإرهابيين. قدمت النيابة الإسرائيلية العام اليوم إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لوائح اتهام ضد شبان يهود على خلفية تنفيذ اعتداءات عنصرية ضد مواطنين عرب، وذلك بعد مشاهدتهم لأشرطة مصورة تابعة لمنظمة لهافة اليمينية المتطرفة والمعادية للعرب.
على الرغم من تحذير الأطراف الإسرائيلية خصوصاً الأحزاب اليسارية من خطورة توجهات وممارسة منظمة لهافا المتطرفة التي تعمل على منع احتكاك اليهود بالفلسطينيين وبالذات منع الزواج المختلط، على الرغم من ذلك قدمت النيابة الإسرائيلية العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لوائح اتهام ضد شبان يهود على خلفية تنفيذ اعتداءات عنصرية ضد مواطنين عرب بعد مشاهدتهم أشرطة مصورة تابعة لمنظمة لهافا اليمينية المتطرفة والمعادية للعرب. منظمة لهافا هي منظمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مروان برغوث المسجون في إسرائيل منذ سنوات عدة لم يسجن لقيامه بعمليات إرهابية، ولكن لأنه قام بمساعدة أشخاص لتنفيذ تلك العمليات. لا أعلم ما هو الاختلاف بين بنتسون جوفشتين وبين مروان برغوث باستثناء انتماءاتهم الدينية لهذين الإرهابيين، لذلك أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تبذل جهدا حيال منظمة لهافا من أجل منع موج الكراهية ضد العرب. التحقيقات التي قامت بها الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك أدت إلى اعتقال 6 مشتبهين يهود بينهم جنديان وقاصر من بئر السبع بشبهة الاعتداء ومهاجمة مواطنين عرب، حيث تم الربط خلال التحقيقات معهم بالضلوع في عدة اعتداءات مختلفة وإلحاق أضرار بالغة في سيارات مواطنين عرب وغيرها، إضافة إلى أنه ضبطت خلال التحقيقات أدوات وأغراض عدة استخدمها المشتبهون خلال تنفيذ الاعتداءات كالسكاكين والعصي وقضبان حديدية، وكل ذلك لدوافع قومية عنصرية. وإلى شأن مغاير، حيث أكدت منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقيتان أن الجيش المصري قام بعملية إعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء، موهما أن الضحايا هم إرهابيون وقتلوا في عمليات دهم. كما وطالبت المنظمات الدول التي توفر الأسلحة لمصر بوقف مؤقت للمساعدات العسكرية التي ترتكب بها انتهاكات للإنسانية. إعدامات سيناء التي قام بها الجيش المصري والصور المسربة التي نشرت عن عملية القتل وجهت أنظار المنظمات الحقوقية الدولية إلى مصر، حيث أكدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان أن الجيش المصري قام بعملية إعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء، موهما أن الضحايا إرهابيون قتلوا في عمليات دهم. استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد، ونجحت في القضاء على 8 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلا مكثفا لإطلاق النيران مع قوات المداهمة. خبراء في المنظمة أجروا تحليلات للقطات من التسجيل المصور لعملية القتل، وأكدوا أن الجيش المصري مسؤول عن 7 عمليات إعدام على الأقل، من بينهم إعدام رجل مدني وطفل يبلغ 17 عاما من مسافة صفر. منظمة العفو الدولية سيتقدمون جميعا بمذكرة ضد عبد الفتاح السيسي وميليشياته لقتل المصريين بدم بارد في شمال سيناء كما أوضح لنا الفيديو. وهذه الحوادث ليست جديدة على الميليشيات المصري الجيش المصري، وهم يقتلون المصريين ويخطفون الشباب إخفاء قسريا، ويقوم باغتصاب الفتيات وتعذيب الشباب جهارا نهارا ولا حياة لمن تنادي ليثبت حكمه. ولذلك سيتقدمون جميعا بمذكرة لمنظمة دولية حقوقية تقوم بمحاسبة المجرمين. المنظمات الحقوقية وجهت اللوم للدول التي تصدر الأسلحة لمصر دون رقابة على استخدامها في انتهاكات لحقوق الإنسان. التقارير الحقوقية طالبت الدول التي توفر الأسلحة لمصر بوقف مؤقت للمساعدات العسكرية التي ترتكب بها السلطات المصرية انتهاكات للإنسانية على حد تعبيرها، كما طالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي. وللاستزادة في هذا الشأن معي في الاستوديو مراسل صوت القاهرة الأستاذ خميس أبو العافي. مرحبا بك أستاذ أبو العافي. إذن السلطات المصرية مرة أخرى تجتذب ربما نقد الجهات الدولية والحقوقية في إطار انتهاك الأعراف والقوانين الإنسانية، كيف تقرأ ذلك؟ نقطة مهمة جدا، أنه في غابر الزبان كانت المعركة ما بين طرفي نزاع كانت يعني تتم في ساحات الوغى، نسمع من خلالها قوقعة الأسلحة ليس إلا. اليوم في الفترة المعاصرة في الزمن المعاصر نرى بأن الحرب لا تقتصر فقط على ساحة الوغى، بل هنالك ساحات أخرى منها الساحة الإعلامية.
عندما يقتتل طرفان نرى بكل طرف يحاول أن يجند أكبر عدد ممكن من الأدلة التي تثبت وتجرم الطرف الآخر. ما رأيناه هنا مشهد صعب يعني، ولكن الإعلام المصري الموالي للنظام المصري يفند ذلك تفنيدا قاطعا ويقول بأن الحديث يدور عن مجموعات إرهابية وليس عن مصريين عزل. الطرف الآخر، ونحن نعرف من بث هذا الشريط، هي قناة التي 24 ساعة تبث ضد عبد الفتاح السيسي، ما يعكس بأن هنالك نية مبيتة لإحراج النظام عبد الفتاح السيسي لأمام العالم الغربي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية على فكرة. ولكن هنالك تأييد لي، هنالك من يتبنى الموقف المصري أكثر ما يتبنى هذا الشريط التي تبث مجموعات تؤيد المجموعات في سيناء من داعش وهلم جرة. ولكن سيد أبو العافي، يعني ألا ترى أن الإعلام المصري بسذاجته وهذه الممارسات، دعنا نقول بغض النظر عن الأهداف، ألا تضع نظام السيسي والنظام المصري بشكل عام في خانة اليك أمام الرأي الدولي أو الرأي العام الحقوقي؟ دعنا نقول السياسة تنقسم أو تتجزأ إلى جزئين: السياسة العلنية التي نحن نقرأها في الصحف ووسائل الإعلام، والدبلوماسية الهادئة. الدبلوماسية الهادئة ما هو يتم يعني الاتفاق عليه من وراء الكواليس. يقال بأن اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار البيت الأبيض الأمريكي والتقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على أن يقوم دونالد ترامب بدعم السيسي في حربه ضد الإرهاب، ما يعني بأن هنالك من يرجح ويقول من الخبراء الإعلاميين بأن دونالد ترامب وكأنه وعده بأن يتغاضى فيما يتغاضى الملفات التي تعنى بحقوق الإنسان. يعني أنت قال له بالحرف الواحد: دعوني أحارب هذه المجموعات الإرهابية، معناها عند قمش تجننون ليل ونهار بقصة حقوق الإنسان. ما يقام في سيناء، السيناء عنونت المجموعات في سيناء هي تندرج في إطار العنوان الإرهابية. الحديث يدور عن إرهابيين يستحقون الموت لأنه جاءوا بهدف واحد تجسيدا لأجندات خارجية: قوقعة الاستقرار الأمني في شبه جزيرة سيناء، ثم نقل عدم الاستقرار الأمني إلى داخل العاصمة القاهرة وباقي المدن المصرية. نعم، إذن إلى هنا أشكرك الأستاذ خميس أبو العافي مراسل صوت القاهرة على هذه المداخلة، وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الساعة من آيكون فور نيوز. شكرا لكم وإلى اللقاء.